شباب الوزداد في المركز الأول وعلى بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب الشتوي لهذا الموسم، لكن رغم هذه النتائج والاستقرار الذي يعيشه الفريق مع قدوم شركة مدار، إلا أن بعض المشاكل طفت مؤخرا إلى السطح، أبرزها رحيل المدرب عبد القادر عمراني، إضافة إلى القرارات المتناقضة لمجمع مدار بتنحية سعيد عليق ليليها مباشرة ترقيته في منصب المدير العام ومنحه كامل الصلاحيات. رانا في وقت اللي ما يلزمش نقيسوا حتى واحد لا هذه الجهة ولا من هذه الجهة. الفريق راهو الأول بريميو كلاسما، دوك حنايا نجيو هذا كاين فريق بيناتهم، لا كاين فريق بيناتهم، ولا نجي نقول لك باش نزيد نشعل النار بين هذا. أنا ما نبونشي لا من جهة هذا ولا من جهة هذا. أنصار الفريق بدورهم طالبوا بضرورة الالتفاف حول الفريق الذي حسبهم في وضعية مريحة مقارنة بالفرق الأخرى التي تتخبط في مشاكل مالية خانقة. دوكا راهم يهضروا هضرات ما صراوش فاهم، يهضروا هضره دوكا موراها بساعة يزيدوا يهضروا هضره، هما واحد ما على بالوش صاري في البيرو فاهم، سير بيشغل ما كاش مشاكل، كانوا مشاكل صغار داري قلاوهم صعيب، هذاك تعرف تحب تدخل في الوسط يدير لك المشاكل قدا منا ماشي سيري بوك فاهم. يقول الحمد لله ما عندنا حتى مشاكل رانا ملاح. كاين سون دي ميكونطون كي زون ريان افوار افيك لو سيربي، لو سيربي حنا ولادها وزدنا معاها وانا فوندي لو سيربي يوني توجور سيربي ودرت بو بروني دي سي دي جون سي كي نو ريان افوار افيك لو سيربي. بعد تعيين توفيق قريشي مديرا للقطب التنافسي وناطقا رسميا للفريق، وفي انتظار ترسيم مدرب جديد، تواصل إدارة النادي تحفيز اللاعبين والرفع من معنوياتهم لإعادة الهدوء والاستقرار للبيت البلوزدادي.